ما هي الهندسة الصناعية؟ خلينا نشوف الفكرة السائدة عن الهندسة الصناعية في الجامعة الأردنية. إيش بعرف عن الهندسة الصناعية؟ بعرف إنه بمجال العمل إلها شقين، شق إداري وشق إنه بالتصنيع. يمكن شيء له دخل بالمصانع. الهندسة الصناعية حسب علمي هو تخصص بيهتم بإدارة المصانع والشركات أو تصنيع معدات معينة بحسب كيفية استخدامها أو لشو بدك تستخدمها. بعرف الهندسة الصناعية إنها جزء من هندسة الميكانيك. بتحكي لنا أكثر إيش عن كيفية إدارة المصانع والشركات؟ هندسة صناعية شغلهم بالمصانع وخطوط الإنتاج. هندسة صناعة المواد والآلات اللي بتكون موجودة بالمصانع. هندسة صناعية أنا بعرف عن هندسة صناعية إنها تخصص رائد في مجال إنتاج المصانع وفي إدارة المصانع أتوقع، بس هذا اللي بعرفه صراحة. هيك كان تصور الطلاب عن الهندسة الصناعية. ولتوضيح من هو المهندس الصناعي، هو المهندس المتميز بالعقلية الإدارية وبيمتلك خلفية بالعلوم الأساسية اللي بيحتاجها أي مهندس مثل الكيمياء والفيزياء وعلوم التفاضل والتكامل، بالإضافة إلى معرفته بمجالات الهندسات المختلفة مثل الميكانيكية والكهربائية والمدنية، وأخيراً رؤيته الشاملة لإدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي وأساسه المبني على علم الإحصاء والاحتمالات ومعرفته بهندسة العوامل الإنسانية والسلام الصناعية. ميزة المهندس الصناعي بنوصفها بالجسر اللي بيربط بين التطبيقات الهندسية والموارد البشرية واستغلالها لتحقيق أفضل النتائج. خلينا نشوف القدرات الخارقة اللي بيعملها المهندس الصناعي وندخل على مصنع ونعرف شو ممكن يصنع رجل المهمات الصعبة من فارق. المهندس الصناعي هو المسؤول الأول عن تصميم وخلق الأنظمة بعد دراسات للوقت والحركة، التخطيط وجدولة جميع العناصر، تحليل البيانات والإحصائيات، وبالتالي بنحصل على أفضل إنتاجية، أكثر تنظيم وسلاسة في إدارة المصنع لنوصل لصناعة نظام متكامل للوصول لأكثر وضع مثالي. نسقط مثال عملي، لو بدنا نصنع عجل سيارة، البداية رح تكون باختيار المادة المناسبة، بعدها عمليات التصميم والمحاكاة المشابهة للواقع، بعدها تحويل المادة إلى الشكل المراد عن طريق عمليات إنتاج مختلفة، حتى نوصل في النهاية للمنتج المطلوب. ومن ثم تطبيق أهم مبادئ الأتمتة في الهندسة الصناعية، ومع نهاية العملية الشاملة لصناعة المنتج بنعمل عليه ضبط وتأكد من جودته والتأكد من انطباقه على المواصفات حتى نوصل للهدف اللي كل مهندس صناعي بيسعى لتحقيقه: أعلى جودة، أقل وقت، أقل تكلفة. بالنهاية المهندس الصناعي متواجد في أي نظام عملي، فهو مهندس متعدد المهام والقدرات اللي بتميزه عن غيره بعقليته الإدارية والهندسية التي ليس لها مثيل، سواء في المجالات الصحية أو التعليمية أو الصناعية، فأينما تواجد نظام تواجد المهندس الصناعي. شكراً لمشاهدتكم، كان معكم فريق عمل منظمة المهندسين الصناعيين الجامعة الأردنية.